اهلا وسهلا بالسادة المشاهدين، وكل عام وانتم بخير بحلول عام جديد 2021. اجعله عام خير وسعيد عليكم كلكم يا رب. وفي حلقة جديدة ومعلومات جديدة من برنامج كونسولت ميديسن، وفي انتظار كل المكالمات اسئلة واستفسارات ورد عليها مباشرة من السيد الدكتور الفاضل محمد سعد حامد، استاذ السكر والغدد الصماء كلية الطب جامعة عين شمس. اهلا وسهلا يا دكتور حسام، كل سنه وانت طيب وكل طيب المشاهدين طيبين يا رب. اول حلقه كده ان شاء الله في العام الجديد، كل عام والناس كلها طيبه ان شاء الله. انت بخير، ربنا يكفينا شر الكوفيد 19 اللي هو امين يا رب. اسمه ايه الكوفيد اللي هو ايه؟ الكورونا الهبابي دي. الكورونا، لاني فعلا انا حاسس ان دلوقتي كل المشاهدين منتظرين الموضوع بتاع الكورونا ده، لان خد حيز، مش حيز في مصر ولا حيز في حيز عالمي. هي كمان يعني الدول الاوروبيه قفلت وهنا في احترازات جامده. طبعا هي الكورونا طبعا حضرتك مع وجود امراض اخرى بتبقى مشكله، يعني مثلا في وجود مرض زي الضغط مش مشكله خالص على فكره، يعني المرضى اللي عندهم ضغط دول مش لا يمثلون خطوره لو جالهم كورونا. تمام. بس خطوره السكر مثلا، الفشل الكلوي، الفشل الكبدي، مرضى بياخدوا أدوية بتقلل المناعة، مرضى بياخدوا كورتيزون دائم، هو دي الحاجات، يعني دي بعض الحاجات اللي احنا قلنا عليها. تمام. مرضى عندهم فشل تنفسي أو عندهم مثلا بنسميها إيه، كحة المزمنة دي، لها التهاب شعبي مزمن، ودي مع الناس اللي بيشربوا سجاير أو بيشربوا دخان أو بيشربوا يعني النرجيلة اللي هي اللي اسمها إيه، الشيشة. طبعا مش اللي هو بياخدوها يعني كده تفاريح، لا ده اللي هي بتبقى يعني مؤثرة على وظائف التنفس. تمام، واخد بالك؟ طيب. فدول يخلي بالهم شوية. ناخد أول اتصال يا دكتور. اتفضل يا فندم. ناخد أول اتصال مدام سامية من القاهرة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا استاذ حسام؟ الحمد لله نعمة وفضل. حضرتكم طيبين. وأنت طيبة. وأنت طيبة. ممكن أكلم الدكتور؟ اتفضلي، معاك الدكتور محمد. اتفضلي. السلام عليكم يا دكتور. اهلا بيك يا مدام ساميه. كل سنه وحضرتك طيب. وانت طيبه يا مدام ساميه، اهلا وسهلا. انا دكتور من يومين ست ايام كده جالي دور بان، والدور ده واتاخدت فيه الدكتور لتر وكام 500 وابلت وبنادول وميتا بس انا الحمد لله فكنت، بس الكحه انت بتيجي بشخلانه كده جامده ومش راضية تروح، وبعدين احيانا بشم ريحة صديد كده في بوقي كده. ريحة ايه؟ صديد. ريحة صديد. في بلغم ولا مفيش بلغم؟ في بلغم لونه اخضر كده. طيب وانت خدتي ايه؟ قولي لي الدواء تاني. زفر وكان وبلت زفر وكان. خدتيه ازاي؟ خدت الحبوب دي ازاي؟ الكبسولات دي ازاي؟ يعني الوزر كان ثلاث حبوب بخدتها كل يوم، في يعني كل 24 ساعة. خلصوا بقالهم قد ايه؟ الايه؟ خلص يعني وقفهم بقالك 4 ايام ما بتاخديش؟ لا باخد. ما انت قلت ثلاث حبات، هو صح ثلاث حبات بس ثلاث حبات. هما العلبة ثلاث حبات. موافق، بس يعني انت بدأت من 5 ايام بتقولي. ما خدتش بقى، اخدت دواء بتاع الكحة بس. طب والبلغم الملون ده كان موجود من قبل ما تاخد الدواء ولا لون وانت بتاخد الدواء؟ لا هو انا يعني بعد ما عييت شويه قعد يومين وبعد كده الكحه جاتلي. السؤال لسه موجود حضرتك. كان خدتي زيزروكان او زيزرومايسين واتيفر يعني؟ ايوه هي، هو جه بعد الدواء. يعني خلصت مثلا اول يوم وتاني يوم وبعدين اليوم الثالث البصاق بدا يتلون؟ يعني شفت الكحه فيها فخلاله. طبعا حاضر، اقفلي وهقول لك تعملي. طيب شكرا، شكرا مدام ساميه، خليكي مع الدكتور. يعني هو طبعا احنا دلوقتي بندي مجموعه بنسميها ماكرولايدز، دي مجموعه مضادات حيويه فيها حوالي 20 نوع مختلفين. لا هي يعني فاميلي، يعني مجموعة، يعني احنا الدواء او المضادات الحيوية تحديدا بنقسمها الى اسر. تمام. الاسرة دي
فيها 20 50، والأسرة دي فيها 20 50، والأسرة دي فيها 20 50، وفي اللي فيها 500. تمام. يعني البنسلينات مثلا أو البنسلينز، البنسلين ده طالع منه حاجات كتير جدا. طبعا أول واحد أنتيبيوتيك أو مضاد حيوي كان البنسلين لما طلع، الراجل اسمه بنسليم ده على اسم، لا مش الراجل اللي هو كان فيه مش عارف فطر ومش فطر، وبعدين الفطر طلع مادة البنسليم. البنسليم دي قتلت البكتيريا اللي كانت موجودة حواليها، فراهم طالعين بالبنسلين. بعد كده طلع منه مشتقات كتير قوي. هي بالنسبة لها دلوقتي انا شايف ان اللون بتاع البصاق ده بيطول شوية، فالدواء اللي بتاخده مش هيكون كافي. تمام. لو عندها سكر او عندها اي حاجة تانية غير كده يبقى هنمشي على حبوب. ممكن ناخد مثلا دواء زي هاي بايوتيك 1 جرام حباية كل 8 ساعات، وتكمل على بقية الدواء اللي فيها. لكن لو كان عندها سكر او غيره هتاخد سيفوبيد 1 جرام، دي حقن عضل. تمام. الصبح وبالليل لمدة 2 يوم، وبعدين تكمل على الهاي بايوتيك 1 جرام الصبح كل 8 ساعات، يعني كل 8 ساعات 1 جرام. تمام. تمام يا دكتور. معنا ايه من المنصورة وعلاء من هنا. ناخد الاول ايه من المنصورة. السلام عليكم استاذة ايه. طيب. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أسأل دكتور لو سمحت؟ اتفضلي اتفضلي معاكي. والدتي عندها 70 سنة، 85 وزنها، وعملت لها تحليل كرياتينين طلع 1.5. هي عندها سكر الدم. التحليل كده كويس ولا مش؟ طب انت ليه عملت الكرياتينين؟ هي بتقدر تعمله كده تطمن على الكبد يعني. لا اصل الكرياتينين ده يعتبر عشان يعلى بيكون متاخر قوي. اقفلي حضرتك وهقول لك. شكرا شكرا استاذه اي. الفكره ايه يا اسامه؟ اتفضل. ان الكرياتينين عشان يعلى يبقى 80% من النسيج الكلوي لا يعمل، ومرض السكر مش بيأثر عليها زي كما تاكل النار يعني الهشيم. بمعنى ايه؟ تمام. يعني انا مثلا الفنجال ده عشان اقول مش شغال نصه، ايه اللي بيحصل؟ ان انا بكسره يبقى نصه بس اللي فاضل، او ان الفنجال ده يبقى فيه نقط شغاله ونقط مش شغاله. صح. اللي بيحصل في الكلى والكبد من الامراض بتاعتنا اللي هي ما بتاخدش حته، ما بتاكلش حته، لا ده بتعمل امراض على مستوى الخليه كلها. فلو انا عندي 1,000,000 خلية، كل خليه هتشتغل بنسبه 70 أو 80 أو 20 أو 10%. ده كل الخلايا. كل الخلايا مش جزء وجزء. لا مش جزء وجزء، ونسميه ديفيوز ديزيز. المرض يعني ايه؟ مسيطر على المكان بس بيأثر على الخلايا كلها في وقت واحد، فيقلل كفاءتها بدل مثلا من 100% تنزل. عشان الكرياتينين يحصل يبقى الكريتين راح منهم عمليا 80%. يعني يبقى الكليتين شغالين بكام؟ 20. الله يبارك فيك. هل يعني ان انا لو فتحت الكليتين هلاقي 80% مخوخين مثلا؟ لا. او مضروبين مثلا؟ لا. هلاقي الشكل الكلى كله متغير. وصلت ولا لسه؟ تمام. عارف زي القماشه اللي فيها حته؟ هي مش كلها بتمسكها من اي حته تتقطع؟ تلاقيها منقره كده. الله يبارك فيك. ديفيوز. فهنا الكرياتينين يعتبر متاخر ان انا اشخص بيه اعتلال الكلى او مرض الكلى او تاثر الكلى ثانويا او كنتيجه للسكر. طب هنعمل ايه؟ في حاجه ادق منها، اللي هي بنعمل حاجه اسمها البومين كرياتينين ريشيو. هي بس تروح للمعمل تعمل لي ده وكلمني الاسبوع الجاي. لكن الكرياتينين ده هو 1.5 مش وحش. ممتاز. واخد بالك؟ بس بيعني ان لو زاد 1% ان يبدا 80% ما الكلى اتاثرت، تبقى احنا فين بقى؟ متاخرين. متاخرين جدا. طيب ناخد الاول الاستاذ علاء من هنا، ومعنا برضو محمد من دمنهور. استاذ علاء سلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل. اتفضل يا استاذ علاء. سمحت يا دكتور، انا معايا واحده سنها 65 سنة. وزنها تقيل يعني، تشكي على طول من جنابها يعني، جنب اليمين والشمال على طول يعني. سنها كم سنة؟ 65. وزنها كم كيلو؟ يعني تعدل كده 80. 80 هي صغيرة قوي؟ اه
يعني 150 سم مثلا؟ نعم. طولها قد ايه؟ يعني طول نقطع 170 او 165. 165. طيب يعني هي مش تخينه يعني 80 كيلو مش تخينه. نحن وديناها امبارح للدكتور قال لها عندك نقص كالسيوم والتهاب في المعده. طيب الكالسيوم بتاعها طلع كام؟ لا ما حللناش. هي معروف ان عندها نقص كالسيوم قبل كده؟ هي عندها خشونه يا دكتور. خشونه؟ خشونه. هي بتشتكي من صداع صح؟ صداع؟ انت قلت ايه؟ بتشتكي من ايه؟ جنابه يا دكتور، الجنب اليمين والشمال على طول، يعني حاسه يعني في حجر يعني على الجنب اليمين وحجر على الجنب الشمال. في حرقان في البول؟ يعني عملت تحليل بول؟ لا ما طيب اقفل وهرد عليك. شكرا استاذ علاء، خليك مع الدكتور. هو معلش عشان التليفون في الاول كان بايظ يعني، فالمعلومات بالنسبه لي وصلت غير واضحه شويه. هو احنا هنا بنفرق بين الجنبين كليتين اساسا. تمام. بس ممكن يبقى عضلات يا خبر حضرتك. ونفرق بين العضلات ازاي والكليتين؟ ان العضلات لو الالم ده له علاقه بالحركه، يعني مثلا يتني ده جنبه، يفرك جنبه، ياخد نفس عميق، يحرك صدره، الالم يجي يبقى عضلات. ده لا يبقى قلب ولا يبقى معده ولا يبقى مراره ولا يبقى رئه ولا يبقى كلى ولا يبقى حاجه. قواعد عامه كده، عضلات. الم مع الحركه 99% عضلات. يا عضلات يا عضم، خد بالك، يا عضلات يا عضم يا عضم يا مفاصل. يعني فين؟ في الجهاز، يعني في الصندوق. ألم القلب لا يمكن. عايزين نفرق بين حاجتين يا اسامه قوي برضه مهمه. اتفضل يا دكتور. طب ما الراجل اللي عنده ذبحه صدريه اما بيعمل مجهود صدره بيوجعه، تعرف ترد لي عليها انت دي؟ يعني لا ركز معايا. معاك. احنا قلنا الحركه الألم الذي يأتي نتيجة للحركة سواء بالتنفس سواء بالمشي سواء بحركة الجسم، يبقى ده واحد من ثلاثة، يا عضلات يا مفاصل يا عضم. طب ما الراجل وقلت لك ما يبقاش فيه قلب، ده بعيد عن القلب، ولا رئة ولا معدة ولا مرارة ولا كبد ولا طحال ولا كليتين ولا حتى بسانة يا عم. تمام. بالمرة بقى. بالمرة. طب مريض القلب اللي هو عنده ذبحة صدرية، يعني عنده نقص أكسجين بيطلع للقلب ودم، اللي عنده ضيق في الشرايين التاجية بتاع القلب، أما بيمشي صدره بيوجعه. بيحصل اختناق في الشرايين بتاع القلب يا دكتور محمد. اختناق يعني عاملين بقى كماشة تقلصات. يعني مع المشي يا ريس الألم بيجي، يبقى صح. أنا كلامي غلط. قول لي أنت أنا كلامي صح طبعًا. لا طبعًا صح. عندك تفسير ولا أقول أنا؟ ما انا شايف ان ممكن يكون فعلا ال ما هي الذبحه الصدريه دي. لا هي بس ما تتوهنيش، الله يبارك. اتفضل. يعني احنا قلنا الم مصحوب بالحركه يبقى حاجه في الصندوق اللي بره، صح، يبقى عضلات. وقلت لك ما يبقاش قلب. طب ما الراجل اللي بيعمل مجهود قلبه صدره بيوجعه، قلبه بيكون قلب فعلا. الفرق بين الاثنين اقول لك الاثنين. اتفضل يا دكتور. حينما يكون الألم مكان الحركة يبقى الصندوق. يعني ازاي؟ أنا حركت دراعي كده الألم جه، يبقى دراعي. صح. مش عايزة ذكاء. ده أكيد. أما أنا جيت أعمل كده الألم جه هنا، يبقى صدري. صح. صدري إيه؟ القفص الصدري. القفص الصدري، صح. يا العضلة يا اللحمة يا البتاع. مكان الحركة. مكان الحركة. أما القلب مش في مكان الحركة. صح. يعني مثلا واحد خد كده، الكلام ده هم من الاتصالات اكيد، والالم جاله يبقى مش قلب، لكن تمام. يطلع السلم الالم يجيله. هو ما بيطلع السلم او يمشي بيمشي بصدره؟ لا. ما تركز معايا. معاك. ما بيمشيش بصدره؟ لا، بيمشي برجليه. صح. طب الالم يجي هنا ليه؟ لكن لو رجليه اللي وجعته يبقى يا عضله يا مفصل يا عضم. طب عمل بطنه كده وتنى وفرد والالم جه، يبقى عضلات البطن. عضلات البطن.
واخد بالك؟ لكن لما يعمل كده ويفرد وبعدين تيجي له في صدره هنا يبقى كده مشكله اقل. يبقى اذا القفص الصدري سواء او قصدي الجهاز الحركي سواء عظم او مفصل او لحمه حمراء اللي هي العضلات، حينما يكون الالم مصاحبا لمكان الحركه. تمام. اما ان كان بعيدا عن مكان الحركه وجاء في الصدر فهو قلب. لحد ما نشوف الفرق احنا بقى ما لهمش دعوه. نيجي بقى يا سيدي اللي بيقول ده كان ممتاز. ناخد من دمنهور تقريبا لسه ما جبتوش. صحيح مالي جنابها. جنابها. جنابها دي يعمل لي سونار اشعه تلفزيون، الدكتور اللي بيقول له كالسيوم ومش كالسيوم، الكلام ده كلام لا يمس للعلم بصله. مش مظبوط. لا مش مظبوط. الا لو هو بيقول لي كلام غلط عشان بس نحافظ على الراجل، يكون بيبقى حرام علينا. يا ريت. يعني يكون هو بينقل كلام غلط. صح. ده لا كالسيوم ومفيش حاجه اسمها نقص كالسيوم غير اما اقيسه ويبقى عندي اعراض ثانيه غير دي. هو يعمل لي سونار اشعه تلفزيونيه على البطن صائما الصبح. طيب. ويعمل لي تحليل بول ويكلم الاسبوع دي لوالدته. ان شاء الله. طيب ناخد من دمنهور الاستاذ محمد. سلام عليكم. طيب ام عماد. طيب ننتظر لما يرجعوا تاني ان شاء الله. طيب بص يا سيدي، في هناك مشكله كبيره قوي ان الناس مش قادره تفهم يعني ايه متابعه مرضى السكر، وهم بقول يعني بعد ما يفهموش كلامي دلوقتي ودي حاجه عاديه خبر حضرتك، متابعه مرضى السكر هيخشوا على الصفحه بتاعتنا اللي هي محطوطه دي. تمام. وينقوا اللي هو هيلاقوا البوستات اللي موجوده في حلقه احنا عملناها انا وحضرتك من حوالي 4 شهور. تمام. وعليها مشاهده عاليه قوي، اللي هي بتتكلم على كيف انك انت تشخص نفسك في البيت خلال ساعتين بتكلفه 3 جنيه او 5 جنيه عندك سكر ما عندكش. ده في البيت. وبدقه متناهيه. تمام. واخبار حضرتك كلهم بيعملوا حاجه دلوقتي اسمها هيموجلوبين اي 1 سي اللي هو التراكمي، ولا له لازمه في التشخيص. تمام. لان ممكن يطلع طبيعي ويبقى عندي ايه سكر عالي. تمام. ودي بعد ما ناخد الاتصال ده هنقوله. نلحق الاتصال بتاع ام مصطفى. مصطفى سلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام. اتفضلي يا ام مصطفى. كل سنه وانتم طيبين يا ابني. وانت بالصحه والسلامه يا رب. ربنا يعطيك على كل ايام بخير يا رب. امين يا رب. جميعا جميعا يا ام مصطفى. اتفضلي. اتفضلي يا ام مصطفى. حضرتك انا عندي 70 سنه. اهلا وسهلا. يديك الصحه. وعندي السكر والقلب والضغط. الف سلام. الله يسلمك يا ابني. بسمعك. تفضلي. نعم. بسمع حضرتك. عندي بقالي يصبح كده روحي بتروح مني اكنها بتنسحب من رجلي كده. يعني من والجنب الشمال ده كله بيوجعني، ذراعي برجلي من تحت من فوق البزل كده. ده 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 ممكن توطي التلفزيون احسن صوتي طالع عندي هنا. انا موطياه خالص والله يا دكتور. طيب خلاص. يعني هو سيادتك الكلام ده كله من 6 ايام بس او 7 ايام؟ لا هو من زمان بس يعني ما تقولش عليا اليومين دول. وراجل الساعه 12 بالليل اصحى ما اعرفش انام تاني. اجي احط دماغي روحي بتروح مني كده اقوم قايمه قاعده. يعني انت بتنامي لازم تنامي وانت قاعده شبه قاعده. ما غصب عن ما فيش نوم بيجي وانا قاعده يا دكتور. ما فيش. لا اسال عن فرق بين حاجتين. يعني انت حضرتك بتعرفي تنامي على مخده واحده كده عادي ولا لازم ترفع المخدات؟ لا برفع المخده. افرق. لا اول ما بتروحي برفع برفع المخده. وما كنتش بعرف انام الا على جنب شمال على جنب الشمال. دلوقتي بقى قلبي بيرفرف لما نمت على جنب الشمال قلبي يرفرف وزي اللي يكون فيه كهرباء كده. طيب. والضغط والسكر قسته امبارح لقيته صايم الساعة 3 بالليل لقيته 255. طيب احنا هنظبط لك السكر الأول بس لأن كل الأعراض دي ممكن تختفي لو ظبطنا السكر صح. أنت بتاخدي علاج ماشي. إيه؟ بتاخدي علاج إيه؟ انا باخد انسولين. قد ايه؟ باخد 30 وحده. امتى؟ 30 الصبح.
مرة واحدة بس. وحضرتك انت كنت قلت لي خد شورت وفاز، يعني كنت حضرتك متصل على حضرتك من قيمه 15 يوم. ما خدتيها ولا ما خدتيها؟ الحبايه تعبتني. تعبت لك المعده؟ اه تعبت. طيب اتفضلي اقفلي التليفون وانا اكلمك. شكرا مصطفى، خليكم مع الدكتور. شكرين. ربنا يديك الصحه. هو اصل الالام اللي بتقولها دي ممكن تكون الام روماتيزميه او التهاب في الاعصاب الطرفيه ناتجه عن السكر. تمام. حكايه النوم وان هي بتقوم، هي مدخله الامور في بعضها. يعني هل هو يعني بتقوم من النوم ما بعرفش انام تاني، ما بتعرفش تنام تاني عندها قلق، ولا بتعرفش تنام تاني نظرا لان بيجي لها كرشه نفس لو نامت؟ تقول لك ما بنام على جنب الشمال ضربات قلبي تزيد. تزيد. يعني هناك اعراض كتير ومتباينه ومتداخله الحقيقه. فخلينا احنا في السكر اللي بدول، هو الجلوكوفاج الرخيص اللي انا اديته لها عشان واضح ان انا اديته لها يبقى وزنها مش رفيعه بالتاكيد، ومش لازم تكون تخينه. تمام. لذا الجلوكوفاج النظيف بيعمل الام في المعده. النظيف في المعده. اه. ففي الحاله دي ناخده في وسط الاكل. ممكن تاخد معاه شويه لبن صغيرين تجرب كده. جلوكوفاج 500 مللي جرام حبايه وسط الاكل ثلاث مرات في اليوم مع شويه لبن ان شاء الله ينزلوا لها السكر. ان شاء الله. ممكن تاخد حضرتك حاجه زي بروفين 400 مللي جرام حبايه بعد الغداء لمده اسبوع وتبطله. ممتاز. ونشوف كده. طيب ناخد الحاجه سايم، الحاجه ساميه من الشرقيه. السلام عليكم. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذ حسام؟ الحمد لله نعمة وفضل. عايز اكلم الدكتور. اتفضلي يا حاجه ساميه، معاك الدكتور. انا يا دكتور محلله سكر تراكمي وانا ما عنديش سكر. والدكتور كاتب لي علاج سكر 850. ماشي فاهم انا. وانا عندي جلطه وعندي عامله اثاره في القلب وعندي الضغط. الف سلامه. الله يسلمك. اعمل ايه؟ ومحلله محل العشوائي 131. والفاطر كام؟ الفاطر هو طلب مني حل صيام وفاطر. وعملت وانا ما عنديش سكر. طيب ليه انت مهتمه بالسكر قوي كده؟ انت وزنك تخينه يعني؟ انا 90 كيلو يا دكتور. خسيتي في الفتره الاخيره؟ لا ما خسيتش يا دكتور. طب ال 850 اللي بيديهولك ده كم حبايه في اليوم؟ حبايه واحده 850 ولسه ما خدتوش. قال لي حلالي صايم وفاطر. وقال لك ما تاخدهوش الا بعد التحليل صح؟ اه ايوه. طب كويس. فين هرد عليك ان شاء الله. شكرا يا حاجه ساميه. شكرا. اول الدوله طبعا ده الجلوكوفاج، والجلوكوفاج احنا اتفقنا احنا ممكن نديه للمرضى اللي ما عندهمش سكر، ويستحسن للي ما عندهمش سكر لو بوزنهم زياده، لكن اللي وزنه اقل من الطبيعي ما يستحسنش نستعمل الجلوكوفاج ولا ابن عمه السيدوفاج ولا كده الاسامي الثانيه يعني. في كتير منه اسامي نفس المركب يعني. هو الراجل بيجتهد، فهو قال لك يعني 131 عشوائي ده يمكن يكون سكر او مش فيش، وانا حديه مش هيحصل مشاكل، واخد بالك؟ بس المهم ما يصنفهاش ان عندها سكر. فهي عشان تبقى عندها سكر يعني نقول ما فيش سكر ان شاء الله، التراكمي ما باخدش بيها انا شخصيا خالص. صح. لان التراكمي اولا في اخطاء شائعه ما بين المعامل. يعني انت ممكن حضرتك تعمل عينه واحده في اربع معامل يجي لك اربع قرايات مختلفه. مختلفه عن الثانيه. اه دي واحد. اثنين، انا لا اعتقد فيه كتشخيص لوحده لمرض السكر الا لو طلع اعراض معاه. يعني مثلا العيان ريقه بينشف، بيشرب ميه كتير، بيخس، ويعني وبيجوع، واخد بالك؟ ورغم انه بياكل بيخس. يعني عنده مؤشرات تبين ان عنده سكر، اعراض واضحه جدا جدا جدا. تمام. وبيتبول كتير كمان، يعني يشرب ميه يعطش ويرق ينشف، دي غير دي على فكره، ويشرب ميه كتير ويتبول كتير ويجوع وياكل ويخس، ثلاث حاجاتهم سهلين. تمام. دول الراجل ده 90% عنده سكر مش 100%. طيب يبقى انا هاخد ال 10% دي بتحليل بسيط، وبدل ما اقول له خد الصبح تحليل وبعدين اشرب عصير
وبعدين بعدها بساعتين خد عينه تانية، مع ان دي سهله قوي ولازم تتعمل في البيت ما تتعملش في المعمل. تمام. الحاله دي لو عملت التراكمي مع موجود الاعراض الواضحه الجليه دي انا اخد بيه التراكمي. طب التراكمي احنا كنا اتفقنا زمان لو انت فاكر تقول لي انه الطبيعي كام؟ تراكمي؟ اه 6 من 10 6% او 6% 5.5% 5.5 6 ماشي يا سيدي. خلينا في 5.5 عشان نبقى كده. طلع 5.8 شغال برضه. طب 6.1 ابتدينا كده ان طيب هي فوق 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 الستة ونص والسبعة نبتدي ان في بريك ولا حاجة هنعمله؟ لا 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 لسه لسه. طيب ان شاء الله مع التلاتة. اما تعرف ان الطبيعي 5 لـ5.5 يبقى 1 من 10 ده غلطة في الجهاز تجيب لك 3 من 10 وتجيب لك 4 من 10، غلطة في اخذ العينة تجيب 1 من 10 وتجيب 2 من 10. تمام. غلطة في الكت اللي هي المادة اللي بنستعملها عشان نشخص بيها يجيب 1 من 10 ويجيب 2 من 10 و3 من 10. فلو انت في اخذ العينة في غلطة ويحصل ممكن، وفي في المادة الكيماوية اللي بنستعملها في غلطة هيحصل، وفي الجهاز في غلطة هيحصل، يبقى دول ممكن يديني 1 كامل صحيح. يبقى انا كده 5 ممكن تطلع 6. يعني هي دي الاسباب يا دكتور العشوائية، وهتيجي 6 5.5 هتيجي 6.5. تمام. انا بشتغل في مستوى ضيق جدا للتشخيص، عايز عيان صح، عينه صح، ماده كيماويه صح، اجهزه صح، الدنيا صح. ممتاز. ودي مش متوفره لا الطاقات البشريه ولا الطاقات التقنيه ولا الطاقات الصناعيه. انت ده يعني مثلا الماده اللي احنا بنجيبها دي جايه من اخر الدنيا، ممكن تبقى في الشحن لمده 2 شهر أكيد، وممكن مثلا لأسباب معينة تقعد 6 شهور، ممكن التخزين يحصل فيه مشاكل، أنت مش بتصنعها على بلدك. ممتاز. أنت بتجيلك من بره. الجهاز نفسه متصنع في حتة تانية، الكهرباء تأثر عليه. طبعا طبعا هناك أشياء عشان نحافظ على المستوى الدقيق ده من الكاليبريشن. كاليبريشن يعني إيه تعرفها؟ اللي هو القياسات. نقدر نفسرها بعد بعد الفصل. انا عارف انت هتطلع فاصل. يلا يا سيدي اعزائي المشاهدين فاصل ونواصل. اعزائي المشاهدين ورجعنا مره ثانيه بعد الفاصل. أنا يعني يا استاذ حسام دلوقتي اللي بيعيدوا عليه اللي هو السكر التراكمي اللي هو الهيموجلوبين اي 1 سي اللي بيتعمل، انت سعادتك بزانق نفسك في محددات صغيره. تمام. يعني بنقول الطبيعي 5.5%. تمام. والخمسة ونص دي اتفضل. دكتور في مكالمة كانت منتظرة قبل. طب خلاص حاضر. طيب سلام عليكم. السلام عليكم. اتفضلي. ممكن اكلم الدكتور؟ اتفضلي الدكتور معاك. السلام عليكم يا دكتور. السلام ورحمة الله وبركاته. انا دكتور عمرو خلف. كشفت عينه. عندك. قال لي عصب جيني. ولا صداع الورم من عينه يا دكتور؟ بقول لحضرتك الصوت بيقطع قوي. يعني الصوت بيقطع شويه، هل انت جنب التلفزيون او الشبكه مش واضحه؟ انا بايدي. طيب حاولي تغيري مكانك بس اللي انت فيه وقربي التليفون شويه منك. طيب كده يا دكتور سامعني؟ اه كده احسن، كده احسن. اتفضلي. انا عندي صداع ورم. صداع فين؟ ورا دماغي. هنا دماغ في الدماغ من ورا. انا عيني وجعاني جنب العصب الضعيف اللي هي الشمال. عندها صداع في الخلف الراس، وعندها حاجه في العين الشمال مقصره على عينيها الشمال. عصب عيني. عصب العين. عملت شويه كتابها. على العين قال له عصب ضعيف. عصب صداع يا دكتور من عيني؟ لا الصداع ده بيجي الصبح اكتر ولا بالليل؟ مش سامع. مش سامع. مش سامع حضرتك. عيد. بيجي ايه؟ الصوت مش واضح، الصوت مش واضح. طب كده يا دكتور. لا غير المكان. طيب. لو سمحت بقى غير المكان وعاود الاتصال. شكرا.
في يا اسامه اتفضل يا دكتور. انت اما تاخد عربيه تشتري عربيه والكتالوج بتاعها بيتكلم عليها كمواصفات، تمام. المواصفات دي تبقى تناسب اي مجال، البلد اللي مصنعاها ولا البلد اللي جت فيها؟ البلد اللي جت فيها. لا عشان هيشتغل يعني انت دلوقتي حضرتك، لا انت دلوقتي مثلا المصنع ده بيطلع عربياته وبيرميها في السوق، تمام، هو مش عامل حسابه ليك اساسا. دي حاجه تانية. صح حضرتك. بتبقى البلد اللي فيها الا امتى الكلام ده بيحصل؟ امتى؟ اما سيادتك تطلب من المصنع ده يعمل لك مواصفات خاصه لبلادك، للبلد يعني. مثلا قبل ما الطرق الجميله اللي تبقى عندنا كده كان لازم يعمل لك عفشه مختلفه، صح، واخد بال حضرتك؟ صح. مختلفه خالص، صح. ارتفاع العربيه نفسها من على الارض يختلف، الرصيف عندنا عالي، احنا هنا بتحك، تمام، واخد بال؟ والمطبات عربياتنا كلها بتحك دلوقتي، صح. كذلك الاجهزه اللي بتكلم عليها دي مبنيه مش لنا، مبنيه على مستوى العالم. احنا عندنا ظروف خاصه، واخد بال حضرتك؟ فانا اما وده بقى اللي بنسميه فيلوسوفي اوف ميديسن، في واحد حافظ الكتاب وبيطبقه وفي واحد بيوائم حتى في السياسه، تمام. انت لو مشيت كل حاجه بالكتاب مش هتوصل لحاجه في البلاد اللي هي مش مطلعه الكتاب، عظيم حضرتك، واخد بالي. في البلاد اللي مش مطلعه الكتاب، يعني مثلا خلينا نقول تليف الكبد في اوروبا، ايه سببه؟ اوروبا اللي عندهم تليف كبد سببه ايه؟ الشرب، الخمره، خمر، الشرب. في بلادنا سببه ايه؟ فيروس سي. فهو لو جالي الراجل الاجنبي عندي هنا هيهتم جدا بالخمره، صح، اخبار زيادتك، صح. عندهم سرطان القولون منتشر جدا. في الاتصال رجع لنا تاني يا دكتور. طيب اتفضل. طيب السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي. ممكن اكلم الدكتور؟ اتفضلي، كده احسن بكتير، اتفضلي. ازيك يا دكتور؟ اهلا بك يا فندم. انا دكتور عندي صداع خلفي. من امتى؟ لا هو ليه كتير. لا يعني قد كتير؟ هاي قد ايه كتير؟ سنة يعني. طيب وانا عيني الشمال ضعيفة، العصب ضعيف. انا عرفت الكلام ده، عرفت الكلام ده. الصداع ده بيزيد ولا ما بيزيدش؟ لا بيزيد يا دكتور. يعني كان زمان مثلا تستحمليه، دلوقتي لا تستحملينه؟ ايوه بيجينا على عيني كده، ما هو عاش من عيني. انت ممكن الصداع يخليك تستفرغي، يبقى في قيء؟ ايه؟ يعني انت بتستفرغي اما الصداع يجي ولا من غير صداع بتستفرغي؟ لا بحس انا ايوه بعايز ارجع. بيقومك من نوم الصداع ده؟ بيقوم، مش بعرف انام خالص يا دكتور منه. اخر مرة قست الضغط امتى؟ لا ما اعرف، ما قستهوش. طيب اتفضلي. وعندي الغدة انا يا دكتور. لا خلينا بس في الصداع المرة دي، اتفضلي اقفله وهرد عليك. شكرا. ماشي العافية. دلوقتي طبعا الغدة ممكن يبقى لها علاقة بالصداع، بس هو الغدة عادة ما بتجيبش الصداع قوي بهذه الصورة غير في حاجات معينة، ومش عايزين نتوه نفسنا. هي عندها التهاب في العصب البصري واللي هو بتاع الرؤية، والالتهاب بتاع العصب الرؤية كان بتقول لك يجيب ألم ورا العين، لكن ورا العين، يجيب ألم ورا العين، لكن ما يجيبش ألم في منطقة مؤخرة الرأس. مؤخرة الرأس الألم ده أول واحد ضغط الدم الزيادة، وهنا بيكون الصداع اللي هي في منطقة مؤخرة الرأس ده بيجي حضرتك بدري في الفجر، او العيان وهو جاي يقوم من النوم الساعة 6 الساعة 7 وكده يقوم على صداع. طيب يجيبه في نص اليوم؟ يجيب في نص اليوم، اخبار حضرتك، يجيب في اي وقت، يجيب في اي وقت. طب ايه السبب في الفجر يا دكتور؟ هو دايما عشان الواحد بيكون نايم، فالضغط بيجي كله في المنطقة دي، في المنطقة دي، صح. نيجي حضرتك ايه تاني في المنطقة دي؟ ان ممكن الفقرات العنقية لو فيها خشونة، فيها الم، فيها حاجة تدي الم في مقفرة الرأس. طب هي بتقول الالم بيزيد، هي فاكره الكلمه اللي بتقولها دي كلمه يعني سهل، بسيطه كده؟ لا، واقول لها مثلا نفسك بتغمى عليك او بتستفرغ تقول لك قوي، لا كده يبقى تعملي لي اشعه رنين مغناطيسي على الراس، صح، لان انت بتقولي كلام يعني فهمان هو بسيط، في زياده في الالم بالنسبه لي انا مش بسيط، واخد بال حضرتك؟ تمام. ولكن هي لو قست الضغط لقيته عالي ونزلت الضغط وده راح يبقى كويس،
لو الفقرات العنقيه فيها الم ولا مشاكل تاخد ادويه للفقرات العنقيه والدنيا تبقى كويسه. تمام. نتكلم على احنا كنا بنتكلم على الفلسفه الطبيه تظبيط السكر والكتاب. اه واخد بال حضرتك ان هيموجلوبين اي 1 سي اللي هو التراكمي ده الاخطاء فيه تعدي 1%، يعني ممكن 5.5 يطلعوا عندنا 6.2 6.3. يعني اختلاف نسبة عالية. لا دي مش عالية. مش عالية؟ أنت بتتكلم في 6%. طب تعالى السكر الطبيعي كام؟ من 80 ل 100. صح. يعني واخد براحي. في طب 105، إيه 5 دي؟ سيبك شغال. منها. طب 110، سيبك منها. شوف زودت 10. مفيش مشكلة. بزود 1. الدنيا بتبوظ مني. صح. زودت إيه؟ 10. تاني بزود 1 الدنيا بتبوظ مني. طب اللي بعد الاكل لحد 140، طب طلع 150 ماشي شغال، طلع 160 ماشي، فالدنيا في 20 حطتهم. طب ليه هسيب الكتير واشتغل على القليل؟ عشان دماغي ناشفه وبحفظ من غير ما بفهم. صح. انا ما بتكلمش كالمريض، انا بتكلم الدكاتره الدكتور ده للدكتور دلوقتي. اه طبعا بيحفظ من غير ما يفهم، انت لازم تفهم الوضع اللي انت فيه. اكيد. يعني حضرتك هو بالخير دكتور شاطر ودكتور نص ونص ودكتور وكلهم متخرجين من نفس المكان وجايبين درجات عاليه وكل حاجه. طب ليه هم بيصروا يا دكتور؟ ما احنا اتفقنا في طب وفي فلسفه طب. فلسفه الطب تعرف انت الظروف المحيطه بكل حاجه تقيمها. هو كل عيان بيجي فيه تكايه. تمام. لو ما خدتش بالك من التكايه دي ما بالك كل عيان فيه تكايه يا حسام. كنا نكتب روجيتا واحده لكل مرضى. صح. يعني نقول ايه؟ سكر من سن كذا لسن كذا، الوزن كذا للوزن كذا، سكره كذا لسكره كذا، ام مخلفاه في يوم ايه وعيد ميلاده والكلام ده. اجابه واحده لكل اجابه واحده لكل الاسئله. هتلاقي كم واحد من السكر؟ سكر في مصر 10 مليون. هتلاقي مش اقل من 20,000 عندهم نفس الروجيتا دي. ونروح ناقلين على ناس ثانيه ما ينفعش. لا. ال 20,000 ده كل واحد له تكه. صح. لو انا فضلت مديها الاسطمبه التكه دي هتضيع. المهم مين اللي طلع التكه ده يا دكتور؟ اه تكه وتكات يعني. صح. اه طيب ناخد اتصال بعده من هنا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام ورحمه الله. ممكن اكلم الدكتور؟ اتفضلي اتفضلي يا حاج. لو سمحت يا دكتور، انا دلوقتي عندي وما بقدرش على رجليا، وكل ما اروح للدكتور يقول لي عندك التهاب في العضله والحاله مستقره على كده. وانا هو كل الناس اللي بيتصلوا بيها هي ما بتقدرش تقف على رجليها وعندها التهاب في الاعصاب. لا في ايوه هو ومعنديش توازن ابدا. ما عندهاش توازن ابدا. طيب انت كلمتني قبل كده مش كده؟ لا يا دكتور اول مره. دي اول مره. طيب في تنميل او خذلان او حرقان في الرجلين؟ في كل حاجه وفيها نعم كده زي الكهرباء. طب الالم زي النار ولا ميه سخنه؟ لا ما فيش الم، انا مش حاسه خالص برجلي. طيب اتفضلي اقفلي وهنجاوب سيادتك. شكرا خليك مع الدكتور. هو بص يا فندم، مرض السكر لوحده اتكلمنا فيها قبل كده، ان السكر ده في حد ذاته ما فيش مشكله فيه. يعني افرض ان في بني ادم سكر طبيعي احنا قلنا 100. وفي ناس من اسلام لقى 400 وعايشين وحلوين وزي الفل ما بيحصلهمش مضاعفات. كنا طلعنا مرض اسمه سكر؟ ما كناش طلعناه. تمام. كان العالم ما اتكلمش عنه. كان قال لك هناك فئه من البشر سكرها يرتفع الى 400 وفئه اخرى الى 500 وفئه اخرى الى 800 وكلهم عايشين زي الفل ومسكرين وزي العسل. وفيها ما بيرتفعش، لان هو ارتفاع السكر في حد ذاته مش هو المشكله. المشكله في المضاعفات، واسوأ مضاعفات التهاب الاعصاب الطرفيه. تمام. اخبار حضرتك التهاب الاعصاب الطرفيه اللي هي عندها ده بيجي نتيجه السكر يا دكتور. 99% من التهاب الاعصاب الطرفيه سبب السكر. هو في مرحلتين، في مرحله مقلقه للمريض جدا ويبقى فيه تنميل وخذلان وحرقان ممكن يصحيه من النوم او يمنعه من النوم،
ورغم هذا يعني الألم الشديد المزعج والنار اللي في رجليه، أنا أعتبره أفضل من المرحلة الثانية اللي هي مرحلة موت العصب. يعني الألم الحرقان والخذلان والتنميل والنار والماء الساخن تقومه من النوم أو تمنعه من النوم، دي فرفرة العصب. العصب بيفرفر. بس أنا على قد معلومات يا دكتور لسه ما كمل. اتفضل. على إذنك. اتفضل. دي فرفرة العصب، يعني العصب فيه إيه؟ بيفرفر يعني في الروح. صح. طيب بعد ما يموت العصب لا يبقى فيه تنميل ولا خذلان ولا حرقان ولا يقومه من النوم. فيش خالص. بس ما فيش إحساس. هل في ميكس من الاثنين؟ ايوه طبعا، لان هو ما بيموت العصب ما بيطلعش في الروح مره واحده. تمام. ده بيفقد بعض وظائفه ويتبقى البعض. ايه احنا ونصيبنا بقى؟ ممكن يتبقى التنميل وما فيش احساس، ممكن يتبقى الحرقان وما فيش احساس، فهي من النوع اللي في النص. طب ايه اللي عندها المشكله؟ ما فيش احساس. تخلي بالها كويس قوي من الاحساس. تمام. مشكله. طب ايه هتاخد ايه؟ نمره واحد تظبط السكر. ممتاز. واحيانا ما تظبط السكر الالم يزيد في بدايه تحزبات السكر في البدايه. اتنين هتاخد دواء رخيص بنقوله طبعا اسمه تجريتول 200 ملي جرام حبايه قبل النوم لمده 15 يوم هينيمها. بعد ال 15 يوم تخليها حبايه الصبح حبايه بالليل 200 ملي جرام. تاخد دواء ثيوتاسيد 600 ملي جرام كبسوله قبل الاكل بساعه ثلاث مرات في اليوم. ويا الناس معبينها فيتامينات، انا متاكد يعني خدت فيتامين ب وفيتامين ا ر وفيتامين خ كل ده وفيتامين ظ كل حاجه خدتها انا متاكد مفيش مشكله. احنا شغالين مش احنا. انا طب ايه رايك يا دكتور لو خدنا الكبسوله بتاعتنا؟ طيب اللي هي الكبسوله النص دقيقه. الكبسوله احنا عشان نشخص السكر ده تشخيص في خلال ممكن في ساعتين في البيت بتكلفه 5 جنيه فقط لا اكثر من ذلك بالكثير، ونتكلم عنها المره الجايه، ولا تروح معمل ولا تيجي من معمل ولا غيره ان شاء الله. تمام. طيب شاكرين جدا. العفو. اعزائي المشاهدين، وبكده نكون وصلنا لنهايه الحلقه من برنامج كونسلت للميديسن. نشكركم لحسن الاستماع والمشاهده والمتابعه، ونشكر الساده الدكتور الفاضل محمد سعد حامد استاذ السكر وغده الصماء كليه الطب جامعه عين شمس، والى لقاء اخر بمشيئه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.